المستشارة هايدي فاروق صديقة أسرة الفنان حسن كامي. سيادة المستشارة مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يا ترى إيه مصير المكتبة؟ أولا هي الأسرة متمثلة، الورثة بتوعه متمثلة في شقيقته نجار هانم وشقيقه عمر بيك، من خلالهم ومن بقهم امبارح هم بيعرضوا جزء للإهداء لمكتبة اسكندرية، والجزء الثاني هيبيعوه للمكتبة بالفعل إن شاء الله. بالنسبة لموجودات المكتبة أنا كنت عارفاها لأن أنا صديقة لنجوى فخري، حرم المرسوم والمرسومة نجوى فخري يعني من سنة 98. فيها أمهات الكتب وأهمها للدولة المصرية والتراث الإنساني وذاكرة مصر. منها على سبيل المثال مجموعة ديفيد روبرتس اللي هو جاء مصر 31 أغسطس 1831 واستقبله محمد علي ورسم أخطر لوحات وأجمل لوحات عن مصر بتعكس أثار ممكن بعضها اندثر حاليا. كان عنده أصلين وأصل منهم تم بيعه لمسؤول مهم في 2001، والأصل الثاني المفروض أنه لازال موجود، المفروض وأنا بركز على كلمة المفروض أنه لازال موجود. عنده من ضمن المجموعات المهمة جدا من مجموعة بروست اللي هي كتاب بروست المجلدات الخمسة بتاعته، وده عالم ومؤرخ يهودي تكاد النسخ دي تكون مختفية من العالم كله باستثناء مكتبة المستشرق. دي مهمة قوي في ملف مية النيل الخمس أجزاء، وبالذات أنها بتعكس أسرار خاصة ببحيرة سانا، وأهمها أهم ما في هذه المجلدات الخمسة لوحة ملوك أكسوم والعهد الذي أخذ على أهل إثيوبيا ورجال الدين فيها بعدم إزاء أهل مصر في وصول المياه لهم، عهد كان ليهم مع نبي الله سليمان عليه السلام، موجودة في لوحة ملوك أكسوم، وكانت بتفتخر المرحومة نجوى بوجود هذا الشيء. من ضمن الحاجات المجموعات المهمة جدا اللي هناك برضو مجموعة الخرائط اللي عملوها التي تخلفت عن المهندسي حملة نابليون بونابرت. ومن الحاجات المهمة اللي يمكن أول مرة أقولها دلوقتي الأسهم بتاعت بس مكتوب عليها لاغي، أسهم بنكي مصر وبنك الأهلي التي وعقود التأسيس الأساسية بتاعتهم وعقد التأسيس بتاع شركة ترماي الإسكندرية ترامل الإسكندرية وشركة هيليوبلس اللي تأسست بموجبها مصر الجديدة بالكامل. الأسهم دي طبعا فيها مساهمين أجانب ومساهمين مصريين بس ما كان مكتوب عليها لاغي، لكن أنا برضو ما بحبش إن الحاجات دي هي تقع في إيدين غير آمنة غير إلا الدولة. في من ضمن مجموعة عقد عقود التأسيس الأساسية بتاعت شركة أراضي الدلتا والإنفستمنت ليميتد اللي بموجبها تم بيع أراضي المعادي بمخالفة للقانون وهي أو إيقاف لناس غير ذوي صفة في خارج البلاد، وبناء عليها أقيمت علينا بعد كده دعاوى في ملفات أملاك اليهود. أنا عشان بس أوضح للدولة المصرية أهمية هذه المكتبة. يعني يبدو أن في مستندات مهمة وثائق أوي أوي يجب أن تكون في حوزة الدولة. بالضبط. والورثة ما عندهمش أي مانع فيما يتعلق، قالوا لي اختاروا الحاجة اللي تشوفيها تسلم للدولة المصرية بس يتعمل قاعة باسمه في مكتبة اسكندرية، وهو ما وافقت عليه المكتبة مبدئيا. تمام. من خلال اتصال هاتفي بيا وتفويضي رسمي بهذا الموضوع، والشيء الثاني هيبقى بيع. وبرضه المكتبة موجودة.